يا خليل، هي فاضي؟ شو عم يصير معك؟ فهمني. ايه بيجي؟ طيب انت بس توصل خبرني. خليل ما بعرف شو صاير معه، لازم روح شوفه. ما بعرف شو بوجعني. عن جد آدم؟ ايه عن جد سارة، زلمة معصب وما بعرف شو صاير معه وبحاجتي، ولازم شوفه قبل ما يعمل بحاله شيء. يا ابو انا تشبك؟ شو بقى بدي اعمل ادم حتى تحس فيي؟ انا ما عم فهم عليك. عن جد بعدك منك منتبه؟ انا كل الوقت ناطرتك حتى بس تقشعني. انت ما بتعرفي شو عم يصير معي؟ مو حاسه؟ امي كانت ماتت وهلا مانا منيحه، ولسه ما صارت منيحه، نفدت بعجوبه. ما حقلعب معك وراء هلا، انا ما حقلعب. بتعرفي ليش رايح شوف خليل؟ لأنه ما حدا بيحس مشكلة التاني غير اللي عنده مشكلة.